عليكم تلاميذات الاولى بكالوريا علمي. اليوم في هذا الفيديو هذا غنديروا تصحيح ديال التمرين الاول من سلسله ديال الدرس الشغل والقدرات القوه. اذا التمرين كالتالي: يجر جسم صلب اس على مسافه زد كتساوي 300 متر، شده قوه الجر اف تبقى ثابته وتساوي اف كتساوي 2000 نيوتن. احسب شغل القوه اف في كل من الحالتين التاليتين: الحاله الاولى هي هذه، والحاله الثانيه هي هذه. إذا نبدأ بحساب شغل القوة F في الحالة الأولى. إذا أول حاجة غنبداو بتذكير ديالها هي بتذكير بالعلاقة ديال الشغل. إذا W كرمزو ليه W، الشغل ديال القوة F باش يقطع لنا المسافة AB من A حتى B اللي هي D. إذا AB تساوي D في التمرين اللي هي F جداء السلمي AB. دابا مزيان، اذا هي اف شده القوه في المسافه ا بي اللي هي دي في كوسينيس الفا، افيك مع الفا هي شنو هي؟ هي الزاويه بين اف شده القوه اف والمتجهه ا بي. اذا شده اف عندي في المعطيات والمسافه دي عندي في المعطيات، يكفي انني نحدد دي الفا في الحالتين. يعني في الحاله الاولى حاله واحد الفا شحال كتساوي؟ الى جينا نشوفو هنا، الى اعتبرنا هذه النقطه ا وهذه النقطه بي، وبالتالي هذه هي متجهه ا بي، فكنلاحظوا ان ا بي و اف منطبقتين، متجهتين منطبقتين، وبالتالي الفا كتساوي صفر. في هذه الحاله الفا كتساوي صفر، وحنا اذا غنعوضو في الحاله الاولى. يعني دبل في ديال اف ياك باش قطع الجسم ديالي يمشي من ا حتى البي كيساوي اف في الدي في كوسينيس صفر. كوسينيس صفر اشناهو؟ سنعرفو انه يساوي واحد، وبالتالي دبل في دو اف كتساوي اف اللي هي 2000 نيوتن في دي اللي شحال هي 300 متر في واحد. اذا في الاخير كنحصلوا على دبل في اف نمشيو من ا نحو حتى البي اللي هي تقريبا تخرج لنا 6.6105. الوحده ديال الشغل هي الجول، فاهمين؟ كنكونوا جبدنا الحاله الاولى. اذا هذيك الحاله الاولى. الحاله الثانيه نحاول نكتبها لون مغاير. اذا الحاله الثانيه نحدد الفا، مفهوم؟ اذا الحاله الثانيه، الحالة الثانية الفا شحال كتساوي؟ ها متجهة ا بي و متجهة اف. اذا الزاوية بين اف ومتجهة ا بي هي 18 درجة. 18 درجة. إن نرجع للعلاقة ديالي ديال الشغل، كما كنلاحظ انا في العلاقة ديالي ان الشغل ديال القوة اف هو اف دي في كوسينيس الفا. اذا الفا كتساوي 18 درجة، غنعوض بالتالي دبل في اف ا بي كتساوي اف اللي هي 2000 في 300 في كوسينيس ديال 18 درجة. اذا بعد التطبيق، بعد حساب هذا الجداء هذا، نلقاو ان الشغل في هذه الحالة الثانية كيساوي 5.7×10^5 جول. كنكونو جاوبنا على السؤال ديالنا. الحالة الأولى هي هذه، والحالة الثانية هي هذه. كنشوفوا أن الزاوية ألفا كتأثر ليا على الشغل ديالي، بما أننا احتفظنا على نفس الشدة واحتفظنا على نفس المسافة. تلاحظوا أن القيمة تغيرات، علاش؟ لأن ألفا في هذه الحالة كيساوي 0 درجة، وألفا في هذه الحالة كيساوي 18 درجة، فاهمين؟ اذا نضيف واحد سؤال اخر اللي هو طبيعه الشغل. كنلاحظوا ان هنا الشغل موجب، وايضا هنا الشغل موجب. اذا كان عندي الشغل موجب، اش يمكن لي نقول؟ ان الشغل كي داير؟ الشغل محرك. الشغل عباره، او الشغل هو طبيعه الشغل، وطبيعه هو شغل محرك لان هو موجب اكبر من الصفر، فاهمين؟ تتم تصحيح من سلسلة التمارين ديال دار الشغل وقدرة قوة.
اذا التمرين الثاني هو كالتالي: احسب شغل وزن جسم صلب اس كتلته ام كتساوي 10 كيلوغرام خلال انتقال مركز قصوره من النقطة A الى نقطة B في كل من الحالات التالية. نعتبر مجال التقالة منتظما شدته جي كتساوي 10 نيوتن بار كيلوغرام. اذا الحالة الاولى عندنا حالة ديال المسار افقي، الثانية مسار مائل، والاخيرة لمسار دائري. يعني قبل بداية او شروع في الحل ديال التمرين نذكروا بالعلاقة ديال شغل وزن الجسم. اذا شغل وزن الجسم بي من خلال انتقال مركز قصوره من A نحو B هو كالتالي: بلوز او موا ام جي زد A موا زد B. اذا امتى كتكون بلوس؟ اذا كان الجسم نازل، فهم؟ كتكون موا اذا كان الجسم صاعد. يعني الحالتين بجوج غيكون او زد متجه نحو الاعلى، يعني مع او زد محور او زد نحو الاعلى، مفهوم؟ اذا نبداو على بركه الله الحاله الاولى ديالنا، غنشوفوا المثال ديالنا. اذا كما كنشوفوا دابا هنايا عندنا الجسم ديالنا، ضروري خصنا نختاروا محور او زد. محور او زد هو كالتالي: او اصل المعلم او زد. اذا هنا زد ا، كنلاحظوا ان بي حتى هي كتساوي ليا زد ا، كتساوي زد ا، فهمت؟ كنلقاو متساويين، عندهم نفس الانسوب. بالتالي دبليو بي باش ينتقل مركز القصور ديال الجسم من ا نحو بي هو ام جي زد ا موا زد بي. وبما ان زد ا كتساوي زد بي، فهادشي زد ا موان زد بي كتساوي ليا زد ا موان زد بي كتساوي زيرو. اذا الشغل منعدم حيت صفر في ام جي راهي صفر. اذا بي كتساوي صفر، الوحدة ديال الشغل هي الجول لانه عبارة عن نوع من انواع الطاقة، فاهمين؟ اذا نمروا للمثال الثاني ديالنا اللي هو عندنا مسار مائل. في حالة المسار المائل اذا ضروري من تحديد دائما محور او زد. اذا عندنا الانسوب ديال زد ا وعندنا الانسوب ديال زد بي. اذا دبليو في هذه الحاله او شغل الوزن انتقال مركز القصور الجسم من ا نحو بي غيكون سالب، لان الجسم في صعود صاعد، هو عنده نفس منحى ديال او زد، بالتالي ناقص ام جي زد ا ناقص زد بي. اذا زد ا ناقص زد بي غيساوي ليا ناقص اش، واش هي المسافه هذه، هي المسافه هذه. بالتالي خصنا نحدو ديك اش حكا تساوي. كنلاحظوا ان عندنا مثلث قائم الزاويه، فاهمين؟ هاد المسافه ا بي، اذا هنا عندنا ا بي، عندي زاويه 30 درجه وعندي هنا اش ما عارفاش. اذا شوفوا اذا استعملنا السينيس ديال الفا اللي هي 30، سينيس 30 اش غيكون؟ هو المقابل اش على ا بي. وبالتالي اش كيساوي من هذه العلاقه يساوي لي ا بي في السينيس ديال 30 درجه. اذا غنعوضوا اش فين؟ بزد ا موا زد بي. وبالتالي هنا اش تولي عندي؟ عندي زد ا موان زد بي كتساوي ليا ناقص ا بي، مفهوم؟ ناقص ا بي، فاهمين؟ ناقص ا بي سينيس ديال 30. اذا نعوضو ناقص زد ا بهاد القيمة، تولي دوبل في ديال بي ديال ا نحو بي كتساوي ليا ناقص ام جي فوا ا بي فوا سينيس ديال 30 درجة. نعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها، سيبقى ليا تعطيني دبليو في بي ديال ا بي كتساوي ناقص ام اللي هي 10 كيلوغرام، في جي اللي هي 10، في ا بي المسافة ا بي 1 متر،
في سينيس ديال 30 درجة. إذا دبليو بي أ بيش كتساوي هي ناقص 50 جول. بالتالي لقينا الشغل في هذه الحالة هذه. نمرو للحالة الأخيرة اللي هي باش كيكون عندي حركة أو مسار دائري. كذلك الأمر حتى هنا خصنا نحدو معلم أو زد. فوالا هذا هو أو زد. هنا الجسم غيمر من أ لبي يعني في حالة نزول، وبالتالي داتي هنا أو زد، وبالتالي هنا نحدو زد بي ويسقى ديالها ويعطيني زد أ. في دبليو في بي باش ما انتقل ليا مركز القصوى من أ نحو بي هو ام جي زد أ موان زد. إذا هاد المسافة هذه هي ارتفاع اش. خصنا نحدد هاد اش هذا. إذا لنحدد اش، إذا لاحظنا هنايا اش كيساوي كيساوي هاد المسافة كاملة اللي غنسميوها اغ ناقص المسافة المسافة هادي غنسميوها ال صافي. اذا اش كيساوي اش كتساوي كيساوي اغ ناقص ناقص اغ ناقص ال هو اغ صغيرة ناقص ال هاد المسافة ال. خصني نقلب على هاد ال شحال كيساوي. اذا لا رديت البال هنا كيبان لي انا واحد المثلث فاهمين، كيبان لنا واحد المثلث قائم الزاوية. هنا المسافة اغ صغيرة وهنا ال وهنا 60. اذا لا شدينا كوسينيس ديال هاد 60، كوسينيس ديال 60 اش كيعطيني من خلال الشكل هنايا. ردوا معايا ركزوا معايا، هنا مثلث قائم الزاوية الوتر هو اغ صغيرة المحادي هو ال، وكنعرفو ان الكوسينيس هو المحادي على الوتر. اذا ال اش كيساوي هو اغ صغيرة كوسينيس ديال 60 درجة. اذا غنعوضو ال فين في هاد العلاقة هادي. اش تعطينا اش في هاد الحالة؟ اش تعطينا هي اغ ناقص اغ كوسينيس ديال 60 درجة. غنعملو بأغ هنا تعطينا أغ عامل ديال واحد ناقص كوسينيس 60 درجة. هنا لقينا أش. إذا نرجعو فين نعوضو أش؟ أش هي زد أ موان زد بي هنا. إذا تعطينا دبل في بي شغتكون هي إم جي في هادشي هذا. إذا دبل في بي باش ينتقل لي جسم من أ نحو بي هي ام جي في اغ واحد ناقص كوسينيس 60 درجة. نعوضو كتلة هي 10 في 10 هي جي اغ اللي عطاونا شحال عطاونا عطاونا متر واحد فاش عامل ديال واحد ناقص كوسينيس ديال 60 درجة. وبالتالي هنايا تعطينا دبليو في بي ديال أ البيكش كيساوي كتساوي زائد 50 جول. هنا لقينا دبل في في الحالة الثانية ديال الثالثة ديال حالة المسار الدائري. صحيح ديال التمرين الثالث من سلسلة تمارين ديال درس الشغل وقدرة قوة. إذا نقراو التمرين ومن بعد نديرو الحل ديالو. يصعد متزلج كتلته أم كتساوي 80 كيلوغرام منحدرا مستقيميا ومائلا بالزاوية ألفا كتساوي 20 دوغري بسرعة ثابتة لقطع المسافة أبي يعني نقطة أ إلى النقطة بي يعني المسافة أبي اللي كتساوي 1500 متر. يخضع المتزلج لقوة جر يطبقها حبل اتجاهه يحدد الزاوية بيتا مع اتجاه المنحدر يعني عندنا واحد القوة الأولى اللي هي قوة الجر. ثاني قوة يطبق السطح الجليدي على المزلجتين قوة احتكاك ثابتة في اتجاه متجهات السرعة وفي المنحى المعاكس للحركة وشدتها F كتساوي 30 نيوتن. نعتبر مجال التقالة منتظما وشدته G كتساوي 10 نيوتن بار كيلوغرام.
إذا السؤال الأول: أجر جميع القوى المطبقة على المتزلج ويوازمه، ثم مثل متجهاتها في الشكل. إذا غادي نبداو على بركة الله الحل، نبداو بالجواب على السؤال الأول. إذا باش نديرو جرد القوى ضروري من تحديد المجموعة المدروسة. إذا المجموعة المدروسة ديالي شناهي؟ هي المتزلج. المجموعة المدروسة هي المتزلج. المتزلج. إذا أول قوة عندي هي وزن المتزلج، فورم بي. بي وزن المتزلج. وزن المتزلج. ثاني قوة هي اغ، تأثير سطح. تأثير السطح، بما ان عندنا السطح تأثير تماس يكون باحتكاك، وبالتالي غتكون عندي اغ ان، هادو لي بروجيكسيون تكون اغ ان، هي المركبة المنظمية لاغ، وتكون عندي المركبة المماسية اللي هي اف. ثم اخر قوة وهي قوة السحب او قوة الجر، فهم نسميوها اف، اللي هي قوة السحب، يعني قوة ديال السحب ديال داك الحبل بالنسبة للمتزلج، قوة السحب. صافي، هنا دابا جردنا القوى، بقى لنا التمثيل ديال هاد القوى هادو. اذا التمثيل ديال القوى هادو نرجعو للشكل ديالنا وغادي نحاولو نمثلوهم. اذا بي، نبدا بي هي الاولى. بي كتكون دائما من مركز الثقل ديال الجسم اللي هو هذا الجي، وتكون عموديه، فهم تكون عموديه نحو الاسفل. نحاول تكبرتها اكسبري باش تبان. كنبداو من النقطه الجي، كتكون عموديه على السطح الافقي. ثاني قوه اللي هي اف. اذا قوه اف هي قوة تماس موضعة، يعني من النقطة ديال التموضع ديالنا غنمشيو مع الحبل ديالنا بحال هكا. هذه القوة اف. ثالث قوة وهي قوة اغ. اغ قوة تماس، غتكون من نقطة التماس ديال المتزلج مع السطح، وتكون عمودية، وتكون مائلة، باردون، وتكون مائلة عكس منحى الحركة، عكس منحى الحركة. وهاد اغ غادي يكون عنده جوج ديال الاسقاطات. اسقاط يكون على هذا العمودي على السطح المائل، واسقاط على المماس. بالتالي هنا تعطيني هاد القوة، هادي اغ ان، والاسقاط ديالها على ا بي غيعطيني اف، القوة اف، فهم. اذا هذه القوة اف. دابا درنا تمثيل بواحد بسلم، ما درناش السلم، درنا داكشي بشكل عشوائي، يعني اف و بي و اغ اللي قاعد جوج اسقاطات اغ ان و اف. اذا ثاني سؤال: احسب شغل كل من الوزن وقوه الاحتكاك. دابا غنحسبوا الشغل ديال كل من الوزن وقوه الاحتكاك. باش نحسبوا الوزن نحاول نرسم الشكل هنايا. اذا الجواب ديال السؤال الثاني هو كالتالي: ثانيا شغل قوة بي. اذا الجسم عندي يصعد على سطح مائل، هذا هو المتزلج، نعتبر هذا هو المتزلج. هذه النقطة ا وهذه النقطة بي، وبالتالي خصني نحدد واحد المحور او زد. اذا او وزد، عندي اسقاط ديال زد ا، وعندي الاسقاط ديال زد بي. اذا دبل في بي، دبل في ديال او شغل القوة بي، انتقال جسم مركز قصور الجسم من ا الى بي، هو ام جي زد ا ناقص زد بي. وزد ا ناقص زد بي غيكون هو ناقص اش. علاش؟ لان الجسم في تصاعد، يعني الجسم عنده نفس المنحى ديال او زد، مفهوم. غنحدو دابا اش، يعني غنحدوها من الشكل. اذا اش هي المسافه هذه، اش هي هذه، وبالتالي اش كنشوف عندي مثلث قائم الزاوية، او نبينو لكم دابا، هاو مثلث قائم الزاوية هاد النقطة. اذا عندنا الزاوية الفا، عندنا الوتر هو ابي، والمقابل هو اش، وبالتالي غنستعمل سينيس
في هذه الحالة غنستعمل سينيس ديال الفا. اذا سينيس ديال الفا، سينيس ديال الفا اش كيساوي؟ اش على ا بي، وبالتالي اش كيساوي من هذه العلاقة ا بي كانت عندي في القسمة هنا، غتمشي للطرف الاخر غتولي ضرب، غتولي ا بي في سينيس ديال الفا. اذا نعوض اش في بلاصه، في البلاصه هذه غتولي عندي زد ا موان زد بي غتساوي ناقص ا بي في سينيس الفا، وبالتالي دوبل في بي باش ننتقل ليا مركز القصور من نقطة ا للنقطة بي هو ناقص، ها واحد ناقص شو، ناقص ام جي فوا ا بي فوا سينيس ديال الفا. ام عطاوها ليا في المعطيات، جي عطاوها ليا في المعطيات، المسافة ا بي عطاوها ليا في المعطيات، بالتالي غندير تطبيق عددي، تطبيق عددي دوبل في ديال بي باش ننتقل من ا نحو بي هي ناقص كتلة ديال الجسم اللي هي 80 كيلوغرام، في جي اللي هي 10، مسافة ا بي اللي هي 1500 متر، في سينيس ديال الزاوية الفا اللي عطاونا الزاوية الفا شحال كتساوي؟ تساوي 20 درجة في التمرين. وبالتالي في الأخير غنلقاو أن ناقص 4.1×10^5 جول، وكنكونو جبدنا الشغل ديال القوة ديال وزن الجسم. إذا نمرو للشق الثاني من السؤال، وهو نوجدو الشغل ديال اف قوة الاحتكاكات. إذا لنجد دبليو في اف، يعني شغل القوة اف قوة الاحتكاكات. إذا كذلك الأمر نعاود نحاول نرسم عاوتاني الشكل. إذا عندي هذا الجسم اللي هو المتزلج، وهذه الزاوية ألفا، هذه النقطة أ وهذه النقطة بي، وبالتالي القوة اف هي كالتالي، هذه القوة اف، فاهمين؟ كنلاحظوا أن منطبقة على متجه ا بي، ولكن خصني نرد البال شنو المتجه ا بي، هي بأزرق متجه ا بي، كيفاش داير المنحة ديالها؟ متعة كيسين، وبالتالي غتكون عندي واحد الزاوية بيناتهم بجوج اللي هي هذه الزاوية بين ا بي و اف الفا، نسميها الفا في هذه الحالة، بلا نسميها جاما، نسميها جاما، فاهمين؟ نسميها جاما انا باش تبان ليا. اذا الزاوية اللي بين هاد جوج المتجهات هي جاما، كتساوي 180 درجة، فاهمين؟ وبالتالي دبل في اف، دبل في اف ديال ا لبي كتساوي اف جداء سلامي ديال ا بي، اللي هي اف في ا بي في كوسينيس جاما، اللي هي الزاوية بين متجه اف ومتجه ا بي. اذا اف في المعطيات ديالي شحال عطاوها ليا؟ عطاوها ليا تقريبا هي 50، 30 نيوتن، هي 30 نيوتن في ا بي اللي هي 1500 في كوسينيس ديال 180 درجة. كوسينيس 180 درجة هو ناقص 1، وبالتالي دبل في اف غيكون عندي دبل في اف او الشغل ديال القوة ديال الاحتكاك اف باش ننتقل من ا نحو بي هو ناقص 30 في 1500، وبالتالي في الاخير شحال نلقاو؟ نلقاو تقريبا هي ناقص 4.5×10^4 جول. كنكون لقينا القيمة ديال شغل قوة الاحتكاك اف. اذا السؤال الثالث قال لك شغل قوة السحب اف، بغاو شغل قوة السحب. السؤال الثالث بغاو دبل في ديال القوة اف قوة السحب باش ننتقل ليا جسم من ا الى بي، المتزلج باش ننتقل من النقطة ا الى النقطة بي. اذا انا ما عنديش التعبير او ما عنديش القيمة ديال قوة السحب اف، اذا خصني نجبد بعدا قوة السحب اف شحال كتساوي. وبالتالي عندي بما ان الحركة كتم في معلم ارضي والحركة مستقيمية منتظمة، اذا حسب مبدا القصور مجموع القوى المطبقة على الجسم، على الجسم او المتزلج ديالي كتساوي متجهة منعدمة، مفاهمين؟
الى جينا نطبقها تكون بي زائد ار زائد اف كتساوي متجهة منعدمة. اذا غنشوفوا الاسقاط، غنديروا الاسقاط على المحور او اكس. اذا الاسقاط اسقاط على المحور او اكس، انا نعاود نرسم الشكل باش يبان لكم الاسقاطات، ردوا معايا البال. اذا غتكون عندنا هنا بي اكس زائد ار اكس زائد اف اف اكس كتساوي صفر. حتى دابا مزيان. اذا نجدو بي اكس، نجدو ار اكس، نجدو اف اكس. اذا الشكل ديالي او اللي عندي هو هذا، عندي هذه هي الفا. الجسم ديالي كالتالي، القوى اللي كنا درنا، درنا بي بي، وبالتالي او اكس محور او اكس غيكون هو هذا او اكس. اذا بي اسقاط ديال على او اكس، كنشوفوا الاسقاط ديال على او اكس اذا كان هذا هو محور او اكس، غنشوفوا الاسقاط ديالو غيجي هو هذا، هذه هي بي بي اكس صافي. اذا بي اكس كتساوي هي ناقص بي، فاهمين؟ ناقص علاش؟ حيت كتشوفوا هنا المنحه، المنحه ديال اك او اكس عكس منحه ديال بي، بالتالي كتكون عندي ناقص هنا، فاهمين؟ اذا بي اكس كتساوي ناقص بي في سينيس، حيت الفا كاين هنا، يعني الفا كاين هنا في سينيس الزاويه الفا اللي هي ناقص ام جي سينيس الفا. اذا جاوبنا دابا على جبدنا بي اكس، بقات اف. اذا نستعمل لون اخر باش نمثل اف، ديال لون اخضر. اف هي هذه، اف هي هذه، وهذه الزاويه بيتا غنحتاجوها دابا. بالتالي اسقاط ديال هاد المتجهه على محور او اكس يعطينا هذه هي اف اكس. اذا انطلاقا من الشكل، اف اكس كتساوي هي زائد اف كوسينيس بيتا. اذا لا جيت نشوف اغ، هذا هو الجسم ديالي، اغ عندنا مائله، اذا درت اسقاط على او اكس تعطيني واحد القطعه اللي هي متعاكسه مع او اكس، وبالتالي اغ اكس كتساوي ناقص اف، فاهمين؟ اذا تالي نرجعوا نشوفوا، نرجعوا نديروا الجمع، عندنا بي اكس زائد اغ اكس زائد اف اكس كتساوي صفر، فاهمين؟ اذا ناقص ام جي سينيس الفا ناقص اف زائد اف كوسينيس بيتا كتساوي صفر. اش كنقلبوا حنا؟ كنقلبوا على الشده اف، هي نخرجوا من هاد العلاقه. اذا نديو هادشي كامل للطرف الاخر، غتبقى ليا هي اف كوسينيس بيتا كتساوي ام جي سينيس الفا زائد اف. اذا اف شده القوه، اف اش كتساوي؟ هي ام جي سينيس الفا زائد اف على كوسينيس بيتا، فهم؟ وبالتالي لقيت الشده اف. دابا غنرجع لجبد الشغل ديالي. اذا الهدف من هادشي كامل هو نجبد دبل في دبل في اف. اش كتساوي دبل في اف؟ هي اف سكالير ا بي. اذا هي اف في شدة القوة اف في المسافة ا بي في كوسينيس الزاوية بين اف و ا بي اللي هي بيتا، فاهمين؟ بالتالي غنعوض اف بالتعبير ديالها اللي هي ام جي سينيس الفا زائد اف قوس على كوسينيس بيتا في المسافة ا بي في كوسينيس بيتا. غنلاحظ ان كوسينيس تخزية مع الكوسينيس ستعطيني دبل في اف الشغل ديال القوة اف ا الى بي كتساوي ام جي سينيس الفا زائد اف فوا المسافة ا بي. تطبيق عددي باش نلقاو القيمة ديال الشغل ديال قوة السحب باش من ا الى بي، هي ام اللي هي 80 كيلوغرام في 10 في السينيس ديال 20 درجة، زائد اف اللي هي تقريبا تساوي لنا 30 نيوتن في مسافة ا بي، مسافة ا بي اللي كتساوي تقريبا 1500 متر. اذا في الاخير القوا الشغل ديال قوة السحب ا بي كيساوي تقريبا زائد 4.5
عشرة أس خمسة جول. تالي جاوبنا على السؤال الأخير نكونوا سالينا التمرين ديالنا. ديرو التصحيح ديال التمرين الرابع من سلسلة التمارين ديال دار الشغل وقدرة قوة. إذا كما كنشوفوا قراو التمرين أولا ثم نديرو الحل ديالو. على سطح مستوى مائل بزاوية ألفا كتساوي 30 درجة عن الخط الأفقي، تجر حمولة اس وزنها بي كتساوي 1000 نيوتن بسرعة ثابتة بواسطة حبل كتلته مهملة وملفوف حول أسطوانة شعاعها ار كيساوي 20 سنتيمتر. تدار الأسطوانة بدون احتكاك بواسطة محرك يطبق عليها مزدوجة عزمها ثابت. تخضع الحمولة لقوة احتكاك شدتها ثابتة وتساوي اف كتساوي 200 نيوتن. أولا أجرة القوى المطبقة على كل من الحمولة والأسطوانة ومثل متجهاتها في الشكل. إذا القوى المطبقة المجموعة المدروسة دي هي الحمولة زائد الأسطوانة. ردوا البلد السؤال هذا. سؤال ثاني، أحسب شدة القوة التي يطبقها الحبل على الحمولة، يعني خصنا نجبدوا ديك التي شدة القوة التي يطبقها الحبل على الحمولة. ثالثا أحسب عزم المزدوجة التي يطبقها المحرك على الأسطوانة. ورابعا استنتج قوة المحرك قدرة المحرك علما أن سرعة الحمولة هي V كتساوي 0.5 متر بار سكوند. إذا نبدأ على بركة الله الإجابة على السؤال الأول. إذا المجموعة المدروسة، أولا تحديد المجموعة المدروسة، دائما حدد المجموعة المدروسة قبل ما تبدأ جرة القوة ديالك. المجموعة المدروسة بالتالي ستكون المجموعة المدروسة ديالي قالوا لنا هي الحمولة زائد الأسطوانة. مهم تعرف المجموعة المدروسة ديالك، الحمولة اللي هي هذا زائد الأسطوانة زائد الأسطوانة. إذا نبدأ بالحمولة هي الأولى. أول حاجة الحمولة عندها كتلة مفهوم، وبالتالي كاين بي وزن الحمولة، هذه القوة الأولى. ثاني قوة تأثير السطح أغ، تأثير السطح. ثالث قوة تي ديال من القوة التي تطبقها تي الخيط على الحمولة، كتبوها القوة التي يطبقها الخيط طبقها الحبل على الحمولة. اش كاين اخر؟ الاسطوانة. اش كاين اخر؟ الاسطوانة. الحبل ايضا يطبق قوة على الاسطوانة تي بريم، سميوها تي بريم. اذا تي بريم تفتحة هي القوة التي يطبقها الحبل ماشي الحالة على الاسطوانة وليس على الحمولة، على الاسطوانة، على الاسطوانة. فاهمين؟ اذا هنا كنكونوا جردنا القوة. دابا قال لك ومثلها ومثل متجهتها في الشكل، يعني مثلوا القوة ديالنا في الشكل. اذا هو التمثيل عندنا، فقط لازم نكبر الشكل باش يبان لنا القوة مزيان. فهم؟ اذا القوة هي كالتالي، فوالا عندي قلنا بي وزن الجسم دائما هي قوة عن بعد، وبالتالي دائما نقطة التأثير ديالها هي مركز ثقل الجسم كتكون دائما منها. اغ عندي قوة باحتكاكات كتكون مائلة بواحد الزاوية ياك، وكيكون عندها جوج اسقاطات، هذه المركبة المنظمية وهذه المركبة المماسية. تي تأثير الخيط على الحمولة، والتي بريم تأثير الخيط على الأسطوانة. مفهوم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو كان السؤال الثاني قال لك احسب شدة القوة التي ديال التوتر الحبل، يعني بغاونا نحسبوا هذه دي ما عندناش، بغينا نحسبوا الشدة ديالها. اذا جواب ديال السؤال الثاني اش يمكننا نقوله؟ باعتبار ان الحركة مستقيمية منتظمة فغادي نطبقوا مبدأ القصور. مبدأ القصور اش كيقول لي؟ ان مجموع القوى المطبقة على الحمولة كتساوي متجهة منعدمة. شنو هما القوى المطبقة على الحمولة؟ هما اب زائد اغ زائد تي كتساوي متجهة منعدمة. اذا غنديروا الاسقاط على المحور اكس بريم اكس، كنشوفوا عندي محور اكس بريم اكس مفهوم. غنديروا الاسقاط ديالنا على المحور اكس، نكتبوها
الإسقاط على المحور إكس بريم إكس. أش غيعطينا؟ بي إكس زائد إر إكس، بي إكس زائد إر إكس زائد تي إكس كتساوي صفر. نرجعو للشكل ديالنا ونحدو بي إكس. إذا بي إكس هي الإسقاط على هذا المحور هذا. إذا ها المحور إكس إكس بريم، إسقاط ديال بي يعطينا هاد القطعة هادي، هاد القطعة هادي، هادي هي الزاوية ألفا. إذا بي إكس اش غيكون عندي؟ هو بي سينيس ألفا، وغندير واحد ناقص. علاش تقول لي ناقص؟ حيت إكس، شوف السهم ديال إكس والسهم ديال بي هما متعاكسين، بالتالي تكون واحد ناقص. يعني بي إكس كتساوي ناقص إم جي سينيس ألفا. إذا إغ عندنا إغ هي هادي، غندير إسقاط على أو إكس. ألقاو هاد القطعة هادي، القطعة شنو هي؟ هي إف. ولكن رديتي البال، منحة ديال إف كيداير مع أو إكس متعاكسين، يعني إغ إكس هي ناقص إف. بقات ليا تي، تي إكس إسقاط ديال تي إكس على أو إكس هو هاد القطعة هادي، عندهم نفس المنحة، وبالتالي غتكون تي إكس إسقاط ديالها هو تي. إذا نرجعو نعوضو هادشي في التعبير في الإسقاط اللي درنا هنايا. إذا بي إكس قلنا هي ناقص إم جي سينيس ألفا ناقص إف زائد تي كتساوي صفر، وبالتالي تي شنو هي؟ هي إم جي سينيس ألفا زائد إف. بغاو التعبير هما ديال تي، تي شحال كتساوي؟ إذا عطاونا الكتلة إم ديال الحمولة اللي هي تي كتساوي ألف، أو عطاونا بي كاملة هي إم جي اللي هي ألف سينيس، سينيس ديال أش؟ ديال ألفا، ألفا هي 30 درجة، زائد إف اللي هي 200. بالتالي في الأخير غنلقاو شدة القوة ديال التي يطبقها الحبل على الحمولة هي 700 نيوتن. حنا جاوبنا على السؤال الثاني. السؤال الثالث شنو السؤال الثالث؟ قال لك اوجد ياك عزم المزدوجات المحرك التي يطبقها، اوجد المزدوجة المحركة التي يطبقها المحرك على الاسطوانة. هنا يعني بما ان دوران الاسطوانة باعتبار دوران الاسطوانة، هذيك الاسطوانة اللي عندنا اللي كتجر لي الحمولة كيدورها واحد الموتور، مفهوم؟ باعتبار دوران الاسطوانة منتظما يعني مجموع العزوم يكون منعدم، يعني مجموع العزوم مطبقة ديال القوى المطبقة على الجسم يكون منعدم. يعني شحال من عزم عندي؟ عندي عزم القوة ديال التي وعزم القوة ديال المحرك، عزم مزدوجة محرك. يعني عزم مزدوجة نرمزو لها بال ام سي لكوبل زائد العزم ديال تي هي القوة المطبقة يساوي صفر، وبالتالي عزم مزدوجة المحرك يساوي ناقص عزم تي. وشنو هو العزم؟ شنو هو العزم؟ من خلال تي بريم، حيت تي بريم هي اللي كتطبق على تي بريم، صافي. اذا شنو هو العزم؟ العزم هو ام سي ناقص، هو ناقص شدة القوة F في المسافة الفاصلة بين خط تأثير ومركز أو المحور دلتا. نرجع هنايا للشكل ديالي، نرجعو للشكل ديالنا ونشوفو فين هي ديك المسافة. إذا هاهي كنشوفو أن التي هو منح الدوران الموجب من اليسار إلى اليمين، المسافة بين خط تأثير ومحور دلتا هي هذه، هي إغ، هي شعاع الأسطوانة. شعاع الأسطوانة هي المسافة الفاصلة بين خط تأثير القوة تي بريم والمحور دلتا، وكنشوفو أن تي بريم كتدور ليا الأسطوانة في المنحى المعاكس للحركة، وبالتالي العزم غيكون سالب. داكشي علاش غنديرو ناقص تي بريم في إغ، داكشي علاش درنا ناقص تي بريم في إغ.
اذا رجع التعبير ديالي ونكمل، هتكون ناقص، هي ناقص هذه راجعه. علاش؟ لان تي كدور ليا تي بريم باردون كدور ليا الاسطوانه في المنحى المعاكس، وهذا ناقص منين جات؟ حين تحولنا العزم من هذا الطرف للطرف الاخر، كان هنا زائد غتولي ناقص. اذا هذا ناقص الاصل ديالها هو هذا، وهذا ناقص منين جات؟ جات حين العزم ديال القوه كيدور ليا، ان تي بريم كدور ليا الاسطوانه في المنحى المعاكس الحركه، اذا تي ار. وبالتالي عطاونا هما يا تي بريم، حسبناها في السؤال اللي قبل، اذا تي كتساوي تي بريم، لقيناها شحال كتساوي؟ كتساوي تقريبا شحال؟ 700 نيوتن، صافي. اذا العزم ديال مزدوجه المحرك التي تطبقها المحرك على الاسطوانه غتكون هي ناقص مع ناقص ولي زائد، هي تي بريم في ار هي 700، ار كتكون بالمتر، هما عطاونا ان ار شحال كتساوي؟ 20 سنتيمتر، يعني 20 في 10 اس ناقص 2 باش نحولو من السنتيمتر للمتر. وبالتالي في الاخير غنلقى ان عزم هاد المزدوجة التي يطبقها المحرك على الاسطوانة هي ام، هي 140 نيوتن في المتر، مفهوم؟ اذا السؤال الاخير، السؤال 4 اللي هو احسب اش قدرة المحرك. لنحسب قدرة المحرك، اذا عندنا الاسطوانة الحركة ديالها دائرية، والدرس شنو قرينا في الدرس؟ ان القدرة بي اش كتساوي؟ كتساوي العزم ديال تلك القوة فاش في السرعة الزاوية، العزم في السرعة الزاوية، السرعة الزاوية ما عنديش. اذا عندنا علاقة قرينا في الدرس ان V كتساوي R فوا اوميغا، وبالتالي اوميغا اش كتساوي؟ هي V على R. V عطاوها ليا في التمرين، اذا اوميغا اش كتساوي؟ V على R. من بعد نعوضوها، نعوضو دابا اوميغا في بي. اذا القدرة بي هي العزم ديال المحرك، ديال مزدوجة المحرك في V قسمة R. بالتالي غنديرو التطبيق العددي، القدرة بي ديال المحرك هي العزم اللي هي 140 في في اللي عطاونا هي 0.5 متر بار سكوند، يعني ار خصني نحولها للمتر، هي 20 في 10 اس ناقص 2. تطبيق عددي درناه غنحسبو، اذا بي بعد حساب قيمة بي القاو ان بي هي 350، الوحدة ديال القدرة هي الوات، تعقلوا عليها، وحدة القدرة هي الوات. اذا هنا كنكونوا سالينا التمرين ديالنا، خلاله استعملنا علاقات بزاف اللي تنصح اي واحد يحاول يعاود التمرين هذا، حيت مهم بزاف في حالة ديال حساب الشغل في والقدرة في حالة حركة دوران لجسم صلب. اذا نشكركم على المتابعة ديال التمرين، ما تنساوش تابونا وتبارطاجيو لو ماكسيموم بوسيبل لا فيديو مع لي زامي ديالكم. يلا بزاف.